بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أتم الأكملين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والأحد. الفضلاء الكرام، أرسل مقطع لمبروك عطية، وكالعادة يعني مقطع مليء بالأخطاء. وأنا إخواني أنصح نفسي وإخواني الكرام يعني لا تسمعوا لهذا الرجل، فتفسد عليكم فهمكم للكتاب والسنة، وأيضا تفسد أذواقكم. ونستمع عن ماذا يقول ونرد عليه إن شاء الله. التعريف الديني مفيش حاجه اسمها خيانه زوجيه اطلاقا، في حاجه اسمها خيانه زوجيه؟ ده يقولها واحد مودرن اهبل ولا عمره درس خيانه زوجيه. يعني ايه خيانه زوجيه؟ الخيانه الزوجيه انت تعرف في ايه؟ ان هو يبقى معاها مال قارون وجوعها، هي دي الخيانه الزوجيه. انما ارتكب ذنب يبقى خانها، خمين يا واد، يعني علاقه خمين يا حبيبي، علاقه غير شرعيه في خارج اطار الزواج، والراجل ده متجوز، وده ما يبقاش خيانه. لا يا اخويا، خيانه ربانيه، لان ربنا اللي قال له ولا تقربوا الزنا، مش مراته اللي قالت، ربنا قال له يا واد ما تعملش كده. ده خطا او خطيئه دينيه. جدع، زوجيه ايه ده؟ واحد ارتكب خيبه في حق مين يا شريف؟ مين اللي هيتحاسب عليها حبيبي؟ رد عليا، مين اللي هيتحاسب عليها؟ اللي عملها، اللي عملها، واللي عملها ده ما هوش ملك معصوم، مش نبي. خان مين؟ خان اللي امره وقال له استقم كما امرت، مش خان الهانم. هانم مين؟ طبعا سبحان الله، خلط كبير وإدخال الأمور في بعضها البعض. وهذه مشكلة الإنسان لما يتكلم في غير فنه، هو رجل في اللغة العربية ومع ذلك لا يفهمها، ويفتي في أمور الدين وجعل له برنامج في الإفتاء في أمور الدين، نسأل الله العافية والسلام. والله أنها مشكلة كبيرة يعني ما وصلنا إليه من هذا الأمر. طيب نرجع لأهل العلم يا إخوان، ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نأتي الآن، إيش هي الخيانة؟ ما هو تعريف الخيانة؟ الأصل الفعل خان، يخون خونا وخيانة ومخانة واختانه، فهو خائن، والجمع خان وخون وخوان، ويقال خنت فلانا وخنت أمانة فلان. هذا الكلام من اللي قاله؟ الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن، وهذا لفظة قرآنية، لفظة الخيانة وردت في القرآن، الآن سنتعرض لهذا. وأيضا قال الراغب رحمه الله في نفس كتابه مفردات القرآن، وهذا كتاب بالمناسبة ماتع جدا أنصح به، قال الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، والخيانة نقيض الأمانة، والخيانة نقيض الأمانة. كم مرة وردت في القرآن يا إخواني؟ 5 مرات وردت الخيانة في القرآن. أول شيء في سورة الأنفال، إذا تعلق الأمر بخيانة الدين، إذا تعلق الأمر بخيانة الدين هذا يعتبر خيانة، وهذا أحد المعاني الخمسة للخيانة اللي وردت في القرآن. لما نفتح المصحف ونأتي لسورة الأنفال في الآية 27، تجد الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طيب، ووردت الخيانة في المال كما في سورة النساء آية 105، قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. ووردت الخيانة في الشرع في نفس سورة الأنفال في أواخرها آية 71، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي تركوا الأمانة في السنة فقد تركوها في الفريضة. الرابع اللي هو معرض سؤال مقدم البرنامج اللي هي الزنا، الله يعافينا ويكم، قال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه في سورة يوسف، لما كان ربنا عز وجل يحدثنا عن قصة يوسف مع امرأة العزيز وما فعلته معه ومراودتها إياه عن نفسه، ربنا سماها إيش؟ خيانة.
وهذا الآن مبروك عطيه يقول لك لا ما فيش الكلام هذا، وده خان ربنا يا أخي. نعم خان الله عز وجل، ثم أيضا خان الزوجة التي تزوجها، فما في تعارض بين هذا وبين هذا. الخامس الخيانة، ده بمعنى نقض العهد أيضا في سورة الأنفال. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذه خمس مواضع عن الخيانة استأثرت سورة الأنفال بثلاثة ب60% منها، ثلاث مواطن، وموطن في النساء وموطن في سورة يوسف اللي هو موضوع السؤال اللي هي الخيانة في العرض بفعل الزنا. ونقول إن كل زنا خيانة وليس كل خيانة زنا، لأن الخيانة تكون في الأموال، تكون في الأعراض، تكون في العهود، تكون في الدين، تكون في الأموال، لأن هي عكس الأمانة، إن عرضنا الأمانة فعكس الخيانة. فنقول كل زنا خيانة وليس كل خيانة زنا، لأن الخيانة معنى أوسع. والله عز وجل نهى عنها أيضا في مواطن في سورة الحج، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والخوان على وزن فعال، أي كثير الخيانة، يعني خائن في أمانته التي حمله الله إياها، يبخس حقوق الله عز وجل عليه ويخونها ويخون الخلق. كفور نعم الله لا تنعم بها عليه، يوالي الله عليه الإحسان وهذا يصدر منه الكفر والعصيان، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير. وأيضا ربنا عز وجل لما وضح وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، اللي هي الخيانة بنقض العهود، يقول ابن كثير لنبي عليه الصلاة والسلام وإما تخافن من قوم عاهدتهم أن ينقضوا ما بينك وبينهم من المواثيق والعهود فانبذ إليهم، يعني انبذ إليهم عهدهم على سواء، يعني أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء. اللي عاهد هنا عاهد الله ولا لا؟ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهنا لما الله سمى هذا إن الخيانة، ربنا قال لي وإما تخفن من قوم خيانة يعني خونوك، فهنا انك تقول لا ده خان الله بس، يعني خان الله ثم خان الذي عقد معه العهد. ولذلك ربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا 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 بالعهود، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم هو كل هذه خيانه لله عز وجل، لكن ايضا الانسان له حق وان كان كافرا ان تفي معه بالعهد. لما جاء حسين ابن جابر أبو حذيفة اللي هو اليمان، وجاء سيدنا حذيفة وهاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام، مسكتهم قريش في وسط الطريق، قالوا أنتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بشرط نطلق سراحكم، بشرط إذا جاءت حرب بيننا وبينه لا تحاربوا معاه. قالوا طيب. فالنبي لما أخبر بذلك قال نفي بعهدكم معهم ونستعين الله عليهم ونستعين الله عليهم. وربنا تبارك وتعالى خيانة المرأة في دين زوجها أيضا سماها خيانة، قال ربنا عز وجل في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. هنا الخيانة كانت فين؟ خيانة في الدين، كانت على غير دين زوجيهما، وهذا هو المراد هنا بالخيانة، ليس خيانة الفراش والنسب يعني تفعل الزنا كما قال الشيخ السعد رحمة الله عليه، لا ما خيانة فراش، لأن زوجات الأنبياء لا يزنين، فسماها خيانة، فتعددت معاني الخيانة في القرآن. وربنا عز وجل لما تكلم في خيانة الزوجية
قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي؟ قلن: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قيل إما أنه المراد به زوجها حين أقررت بالذنب بمراودة يوسف عليه السلام، وأنه لم يجر مني إلا مجرد المراودة ولم أفعل الزنا، ويحتمل أنها بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائن. فإن كل خائن لابد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولابد أن يتبين أمره. ربنا يسترنا وإياكم. هذه الخيانة وهذه معانيها. وفي السنة في المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان. وجه الدلالة هنا: إذا تمن خان. هذه خيانة العهد، نوع من أنواع الخيانات. الله يعافينا وإياكم. وإذا حدث كذب إذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في شرح على رياض الصالحين في هذا الحديث: إذا تمن خان، أي إذا ائتمنه إنسان على شيء خانه. فلا تقول: لا ده خان ربنا يا أخي. نعم، خان الله، ما في جدال، كل المسلمين يقرون بذلك، حتى الكفار يقرون بذلك، لكن أيضا قد خان الذي عاهدهم، وإلا أين حقوق الناس؟ وهذا الدين نزل بحفظ حقوق الناس في أموالهم وأعراضهم، حفظ الضرورات الخمس التي حفظتها الشريعة، أجمعها في كلمة معدن، اللي هي المال والعرض والعقل والدين والنفس. ومن حديث أبي هريرة عند أبي داود: النبي كان يتعوذ من الجوع ومن ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بائسة البطانة، فإنها بئسة البطانة الخيانة، والعياذ بالله، يعني شر ما الإنسان يبطن عليه ضميره ونفسه. وعن عمران بن حصين عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وعند مسلم عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. يطرقهم ليلا يعني يرجع من السفر في الليل. بل إن العلماء يقولون كما في مكارم الأخلاق للخرائط عن أنس بن مالك قال: إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة. ويقول مجاهد بن جبر المكي كما عند أيضا مكارم الأخلاق للخرائط ونصح بهذا الكتاب الماتع قال: المكر والخديعة والخيانة في النار، وليس من أخلاق المؤمن المكر ولا الخيانة. وفي شعب الإيمان للبيهقي بسند فيه انقطاع عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء. قال ثلاثة أمور حق المسلم والكافر فيهن سواء: من عاهدته وفي بعهده مسلما كان أو كافرا، فإن العهد لله عز وجل، ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا، ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا. والفضيل بن عياض كما في تاريخ دمشق لابن عساكر يقول: أصل الإيمان عندنا وفرعه وداخله وخارجه بعد شهادة بالتوحيد وبعد شهادة النبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. فهذا كله رد على ما جاء في هذا المقطع، فقد جانب فيه الصواب. نسأل الله أن يعفو عنا وعن يصلح حالنا وحاله. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه:
الحكم في ديوانه قال: أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. وابن همام يقول في عيون الأخبار لابن قتيبة: فأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، وإنك في الأمر الذي قد أتيته لفي منزل بين الخيانة والإثم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. عن الله على ذكره، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تم تحريره صوتيا في ليلة الأربعاء 17 خلونا من شهر صفر لعام 41 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعتذر لضعف في الصوت لعلة أصابتني، أسأل الله الشفاء والعافية لي ولكل مسلم. اللهم ارحم أبي واحفظ والدتي وأصلح ذريتي والسامعين، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.